على الصامدون في قلعه الديلمي وفي كافه القواعد والمطارات في انحاء الجمهوريه اليمنيه من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها، نحييهم بثباتهم وبصمودهم، جميعهم معكم وكلهم معكم. وفي نفس الوقت ايضا نشكر كل من اعاننا وساهم معنا معنويا وماديا وسياسيا، وعلى قمتهم الاخت المناضله تركو الكرمان التي شرفتنا بحضورها الى هذا المكان. ونحيي كل الابطال الصامدون هنا، اخواني وزملائي وابنائي المناضلين الصامدين في هذا الموقع وفي كافه المواقع. لم تبقى الا ايام محدوده ويذهب الطاغيه الى غير رجعه باذن الله تعالى. انكم الطليعه وستكونون الطليعه الحره التي اسهمت في نير وتحرير القوات الجويه من طاغوتها. تحيه لكم ايها الاخوه المناضلون. وفي نفس الوقت فاننا نوجه رساله الى اولئك المطبلون والمدمرون والذين لا يزالون في غيهم وفي طغيانهم والذين يقومون بالمدح والكيل للطاغيه، ونقول لهم انكم في الوقت الضايع. فلم تتبقى الا لحظات وتوج القوى الجويه ونعيد بنائها ونعيد بناء القوات الجويه. ونؤكد ان القوات الجويه والدفاع الجوي هي ملك للشعب اليمني، للجمهوريه اليمنيه، ليس ملكا لاشخاص. الله اكبر. يجب ان تدركوا ذلك ويدركون ذلك. والذين يمدحون ويقدحون كما تعودوا، اننا ننصحهم نصيحه لوجه الله بان لا يزيدوا الطاغيه طغيانا وان يقولوا كلمه الحق. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يخلف. يجب ان يدركون ذلك. احييكم مره اخرى. اما فيما يتعلق بكافه مستحقاتكم من رواتب ومطالب فانها في سير التنفيذ. تستلمون مرتباتكم ولا يستطيع اي شخص ايقاف مرتباتكم. في نفس الوقت فاننا نوجه كلمتنا الى الاخوان في وزاره الدفاع والجهات المعنيه والذين وعدونا باخراج القوات الخاصه والحرس الجمهوري وقالوا بانها خرجت، لنؤكد لهم بانها لا زالت موجوده ولم تخرج. وطالما ذاق بيت هناك فاننا سنظل صامدون هنا ونرفض بقاءها هناك داخل القاعده الديلمي او في اي مكان. نحن جنود وضباط وصف مسؤولون عن حمايه وحداتنا ولا نطلب اي جهه تحمينا. يجب ان يكون هذا شعارا. من يحمي القوات الجويه؟ نحن. من يدافع عن قوات الدفاع الجوي؟ من يحميها؟ من يدافع عنها؟ لن يشكك بنا اي شخص. نحن وطنيون وسنحمي وحداتنا بانفسنا. ليس هم وطنيون فقط، اننا نوجه نداءنا اليهم ونقول لهم انكم لم تنفذوا شروطكم التي وعدتم بها، ويجب ان تكونون في مستوى المسؤوليه وفي مستوى الكلمه. لذا اصمدوا وصابروا، والله معنا ومعكم، وليوفقنا الله ما في خير هذا الوطن. والسلام عليكم.